سلام الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده. البنات، انا جيت اليوم باش غنشارك معكم الفرحه ديالي، كبيره بزاف البنات والله عرفتوا، متخيلوش انا فرحانه اليوم بزاف البنات. وقلت علاش لي ما نشاركش معكم الفرحه ديالي بعد تعب طويل وبعد مرور الايام. واخيرا البنات جاني الكود الادسنس، كما كتشوفوا معايا هو هذا البنات، كيجينا على هذا الشكل وسميتو البنات. عرفتي بعد مرور تعب طويل ما بين السوايع، البنات كتخدموا على السوايع 4000 ساعة، 1000 ابوني، المشاهد 10 دقائق، كتخدمي على بزاف الحوايج، الفيديوهات عرفتي البنات والله يعني كتديروا تعب بزاف. بالنسبه للبنات اللي الله باغيني يفتحوا القنوات، ننصحهم ما يخدموش على 1000 ابوني هي الاولى، يخدموا على السويع، حيتاش السويع صعب بزاف بزاف والله. كنسهروا الليل وكنبقاو حتى الصباح وكنلقاهم طاروا لينا وبزاف الحوايج البنات والله. ما تيحس بك غير اللي في هذا الميدان البنات، والله ما كيحس بك شي واحد اللي ما كانش مجرب هذا الميدان ما تيحس بك، ولكن الانسان ملي كيجرب هذا الميدان راه صعيب البنات، صعيب بزاف. خاصك تخدمي في الجروبات باش تطلعي المشاهده، خاصك تخدمي مع الناس باش يطلعوا لك السويع ديالك، يعني راه بزاف البنات. وبالنسبه اللي ما عندهمش بي سي تيكون متعرض بزاف 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 يعني العذاب ديال بصح نيت، يعني 4000 ساعه باش تجمعيها راه صعيبه صعيبه صعيبه، ولكن الحمد لله باذن الله حتى شي حاجه في هذا الوقت ما صعيبه. ربي كبير وربي هو اللي كيرزق كل واحد على قده. وكما كتشوف معايا البنات، انا راه يعني عام وانا خدامه باش جمعت هاد السوايع وجمعت لي زابوني وجمعت المشاهده، وعاد باش جمعت 10 دولار البنات، يعني عاد باش تتوصلي بالكود البنات، عاد باش كتوصلي به يعني بعد العذاب يعني بصح ندير بصح نيت. كتسهروا الليل، كتبقاي الليل كامل وانتي سهرانه حتى للربعه ديال الصباح، والصباح خاصك تنوضي تاني الدار والرينا، وراكم عارفين البنات كيولي العقل ديالك وكل شيء مركز على دوك السوايع خاصك تساليهم. ولكن البنات ما ديروش الخطا اللي درت انا. انا البنات خدمت على لي زابوني هما الاولين، قلت نجمع 1000 ابوني عاد باش نمشي ل 4000 ساعه. بالنسبه ل 1000 ابوني البنات كنبقى نخدم عليها وكتيطيروا ليا، وكنعاود نخدم وكيبقاو يطيروا، كيكونوا ماشي حقيقيين وكتبقاي تخدمي وهما كيطيروا. ولكن الحمد لله دابا ما بقاوش كيطيروا ليا لي زابوني. المهم كما كتشوفوا معايا جاني الادسنس، وبالنسبه للبنات المبتدئين اللي باقين ما كملوش وباقين ما بادينش سميتو، يمكن ليهم يخدموا على 4000 ساعه هي الاولى. هذه هي النصيحه اللي نعطيهم، يخدموا على 4000 ساعه هي الاولى ماشي 1000 ابوني. 1000 ابوني راه ساهله دغيا كتجي، اما 4000 ساعه اللي صعيبه. بالنسبه للبنات اللي كيفاش غادي توصلي بالادسنس وداكشي، بالنسبه انا ليا فسميتو كيفاش جمعت 10 دولار، تفرجوا لي الناس من اوروبا هما اللي هي فاش جمعت انا 10 دولار دغيا. وبالنسبه كيف كيتوصلك الادسنس، خاصك تكون عندك حساب في البنك، خاصك تفتحي الحساب ديالك في البنك، يكون عندك حساب وكتعطيهم السميه ديالتك الاصليه ديالتك، السميه ديالك اللي في لاكارت، والعنوان، حتى شي حاجه ما تكون ناقصه، وغتصيفطي ليهم، حيت هذا الشيء كامل غادي يكون حقيقه ماشي غادي تحبسي، يعني خاصك تعطيهم داك الشيء مضبوط، تعطيهم شي حاجه غلطه. وسميتو وفي الاول كيصيفطوا لك هما ميساج، ملي كتكملي 10 دولار هما اللي كيصيفطوا لك 10 ميساج، هي فاش خاصك تما خاصك تعمري بانك راه
كملت 10 دولار، خاصك تعمري الاسم ديالك، ما الاسم القناة ما تيدخلوا ما كيقلبوش لك عليه، كيكتبي غير الاسم ديالك كامل، الكنية ديالتك، فين كتسكني، وهذا الشيء اللي كاين. وكتعمري الضريبة ديالتك، كتقولي لهم بانني راني في المغرب ماشي في امريكا، كتبقاي كيتولفوك وانت كتجاوبيهم. وبالنسبه فاش يلا كيف كتفعل لك القناه، هي كاين بزاف البنات كيقول لك لا هذه محظوره هذه ماشي محظوره، ما خاصكش تكتبي بالتوفيق لي ام لي موجي ايموجي في التعاليق. يعني البنات هذا الشيء ما عنده حتى شي علاقه وما عنده حتى شي اضرار على القناه ديالك. وبالنسبه لشنو اللي ما خاصكش ديريه، هو لا في هذاك الصوره المصغره، صوره مصغره ما خاصهاش يكون الصوره مصغره بحال الصوره مصغره، وما تنزليش الفيديوهات ماشي ديالك، خاصك تنزلي الفيديوهات ديالك. ما ديريش فيديو لقيتيه في اليوتيوب غادي تهزيه تحطيه عندك، هذه ما كايناش. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يقولوا ان ناخذ 10 ديال السوايع، ناخذ 10 ديال السوايع من هذا الفيديو، هذا في ديال القران الكريم، في 10 السوايع نهزوه ونحطوه. هذه البنات خطأ، خطأ كبير كنعملوه. انا واحد الانسانه معايا كانت صديقه ديالتي كانت هزات فيديو فيه 10 ديال السوايع، البنات 10 ديال السوايع، ولكن البنات مني صيفطت المراجعه ما تقبلاتش ليها، وعاودوا قالوا ليها خاصك تكملي لنا السوايع ديالنا. جمعات به السوايع نص ديال السوايع 2000 ساعه، وفي الاخر حتى حاجه ما صدقات ليها. مني صيفطت المراجعه ما قبلوهاش ليها، حيت الفيديو دار لي مولات الاخير لحظه، ودار لي حقوق الطبع والنشر، وما تقبلاتش ليها. البنات انا بالنسبه ليا انا ما حطيتش فيديو ديال شي حد، حطيت الفيديوهات ديالي فقط. وكنتمنى لكم التوفيق البنات لكل شيء اللي باقي ما وصلش، الله يكمل عليكم كاملين، واللي محتاج شي حاجه الله يكمل عليه في هذا رمضان ان شاء الله. وانا الاتنس توصلت به النهار الاول في رمضان البنات، وقلت اليوم نشاركه معكم. اتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تنبخلوش عليا باللايك والتعليق. انا البنات غنشارك معكم كل شيء، اي حاجه توصلت بها من عند اليوتيوب غنشاركها معكم. وشكرا لكم على التتبع ديالكم، وفضلا وليس امرا ديروا لي لايك وتعليق وكومونتير، وفضلا وليس امرا. انا شكرا لكم على التتبع ديالكم، ورمضان مبارك سعيد.